محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثاب الله وابن ثابه والوتر المرتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرهام المتحرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي وذي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله ملائكة وأنبياء ورسلا أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخوارزيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حسوة الأكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة فوض الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليك يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بيبي. أنتم وأمي تبتم وتربت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. سيرة فحسوة باس. السلام عليك يا أبا الفضل عباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت أمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر وأخ الدافع عن أخي المجيب ولا تعطي ربك الراغب فيها زهد فيه خيرك من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى تسعة المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي و
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وثقوبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تركات نماز هدية زيارات.